تعجل رحيله. ايش الذي صار يا يحيى وليش الرحيل؟ كيف الخليل كيف يا يحيى يفارق خليله؟ ليت القدر بعد موتك شل من ما يشيل ويمحي الكون من بعدك والا يزيله. كلمات الشاعر ابو نجم منير الزكري من اهالي بيت عباس عزله الرياض بحضره اب، تعزيه ورثاء بعد وفاه المقبول باذن الله يحيى عبد الله علي جياش المعروف بلقب القاحص الذي وافته المنيه اثر حادث مروري رحمه الله تغشاه، والحمد لله على سلامه الفندم خالد قعشا كما هي تعزيه لاخوانه ابو ايمن محمد عبد الله علي جياش والاستاذ يوسف عبد الله علي جياش واولاد المرحوم وكل اهله ومحبيه. يلحنها فايز ابو شمس عزفا ابو خل عبد الفرحان ويقحى زبيد فرحان مع تحيات تسجيلات الفايز تمام. يا راحم الخلق كفرانك وأنت الجليل ماشي لرد القضاء يا رب للعبد حيلة واسقى صلاتي على من جانا بالدليل ومن ظهر بالهدى للناس واشعل فتيلة. ايش الذي صار يا يحيى وليش الرحيل؟ كيف الخليل كيف يا يحيى يفارق خليله؟ ليت القدر بعد موتك شل من ما يشيل ويمحي الكون من بعدك والا يزيله. طيفك يداعب خيالي يا الكريم الأصيل يا من وجودك مع الأصحاب أكبر فضيلة. طيفك يداعب خيالي يا الكريم الأصيل يا من وجودك مع الأصحاب أكبر فضيلة. كل القلوب بعد موتك نار تشعل شعيل يظل مكانك بواسط القلب ما حد يشيله. إلى اللقاء يا صديقي كنت نعم الخليل وكنت لي حيد شامخ أحتاجي والتجيله. تاجي
من داير راس المنير باسلوب رائع جميل يا قهر قلبي على حلو الصفات الجميله يا قاحصل كل بعدك صار تايه دليل ذبنا الوجع كلنا ولا لنا اي حيله واللي بربك امانه هل قادك بالطويل ليش العجل ليش وانت كنت وحدك قبيله شخصيتي بديلة في جنة الله تهنى يا الشجاع النبيل ويحفظ الله لنا خوانك وكل العويلة والختمة صلي على المختار طه الخليل محمد المصطفى مولى الصفات الجزيلة محمد المصطفى مولى الخصال الجزيلة التواصل مع فايزة بشمس على هاتف 7216940900 أو 7111500400